رجعنا لحضراتكم مرة تانية وسمعنا مع بعض في التقرير انه في اسباب مؤثرة جدا في الاصابة بمرض السكر، من ضمنها التوتر، من ضمنها الاجهاد الشديد، وده بيصيب كل الاعمار يا دكتور زي ما كنا بنشوف وبنسمع دلوقتي. الحقيقة القافلة او ال 120 حملة اللي حضراتكم عاملينها، هل محددين لها وقت زمني معين؟ هي ابتدت ببداية اكتوبر 2011 وان شاء الله هتنتهي بنهاية ديسمبر 2011. لكن احنا عندنا كمان خطة طموحة لسنة 2012، عايزين نضاعف العدد. يعني دلوقتي بنخطط ان احنا في 2012 ننظم 300 قفلة نشوف فيهم تقريبا 200 ألف مواطن، او مش عايز اقول مريض لان معظمهم بيطلعوا مرضى، لكن في ناس بنشوفها وبتطلع مش مرضى. ده المرض السكر بس ولا ايضا كمان في يعني امراض تانية غير مرض السكر؟ ما هو كمان احنا يعني الحمد لله يعني بس عندنا امراض كتير جدا. هو احنا عندنا القوافل بتاعتنا بيبقى فيه اربع انواع من القوافل. في قوافل عامه اللي بنروح قريه بنعمل خدمه صحيه لكل الامراض، عظم ونساء واطفال. اشهر الامراض اللي مهتمين بيها في الحملات اللي من النوع ده ايه دكتور؟ الحمله العامه بيكون كل الامراض، بنشوف فيها كل حاجه. لكن في حملات مخصصه لمرض السكر، ده النوع الثاني اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. في حملات بتكون مخصصه لكشف الانيميا، بنقيس الهيموجلوبين في الدم وبنشوف حالات الانيميا، لان الانيميا من الامراض برضه اللي منتشره كتير ومش بتتشخص كويس وبتاثر على حاجات كتير بعد كده. وفي النوع الرابع من الحملات هو السكريننج او الاكتشاف المبكر للالتهاب الكبدي الوبائي بي. دول الاربع انواع الحملات اللي احنا بنقوم بيها في الفتره دي. دكتور، من ضمن الحملات اللي انتوا قمتوا بيها في الفترة اللي فاتت كانت حملة في ليبيا. تمام. واعتقد انه الاعلام يعني متهيالي ان هو ما اتكلمش بشكل كافي، وحضرتك كنت موجود في الحملة دي. تمام. يا ريت تكلمنا بشكل سريع عن الحملة دي، كانت في ليبيا، كانت بتعمل ايه بالظبط وامتى؟ هو زي ما حضرتك بتقول هو يمكن ما ضغطتش اعلاميا يعني بشكل كافي، لكن هو يعني جه وقتها دلوقتي ان احنا نتكلم عليها، ودي فرصه كويسه ان احنا نظهر الجوانب الايجابيه اللي بتحصل يعني من الخدمه الطبيه في مصر. كويس. احنا وصلنا بقفله طبيه لمدينه طبرق في ليبيا، وده كان في مارس 2011. يمكن شهر مارس كان بيتميز ان الاحداث كانت يعني كانت سخينه جدا في ليبيا في الوقت ده. واحنا القفله دي وصلت ليبيا تقديم الخدمه الطبيه للمصريين العالقين في ليبيا وللشعب الليبي كمان، كناش بنفاجئ طبعا الخدمه الطبيه. طيب. القافله دي وصلت 25 طن دواء، 20 طن دقيق ووجبات غذائيه، و2 طن مستلزمات جراحيه. كان في طياره كامله يعني وصلت لغايه هناك، وكان المجلس العسكري دعمنا بالموافقات الامنيه اللازمه وبتامين القافله ان احنا نوصل لغايه ليبيا. وفعلا القافله دي استمرت لمده 3 ايام، ويعني يمكن قدمت فعلا خدمه اقدر اقول انها خدمه صحيه كانت مطلوبه جدا في الوقت ده. تمام. في الاحداث اللي كانت هناك. تمام. جميل. هل ده ممكن يتم في اي بلد عربي تاني غير ليبيا؟ احنا هنروح ليبيا تاني في الفتره اللي جايه، بس في 2012 عندنا بلان، وعندنا كمان في البلان بتاع 2012 ان احنا نزور دول حوض النيل. لتدعيم العلاقه مع دول حوض النيل عندنا هيبقى في قافله في اوغندا وقافله في اثيوبيا. ده في الفتره اللي جايه في 2012 ان شاء الله في الخطه الجديده بتاعه 2012. حضرتك بتقوله ده بيديني احساس انه احنا في شهر مارس ده احنا عندنا في مصر برضو كانت الاحداث يعني متلاحقه بشكل لسه طازه يعني. تمام. بيديني احساس برضو ان احنا القائمين بشكل او باخر عن الـ 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 القرارات في البلد، حتى في جو المتقهرب في كل حته في مصر ومقهرب في كل حته في العالم العربي، برضو في قرارات كانت بتطلع لمسانده. تمام. الشعب تمام. الليبي ولا مسانده حتى المصريين يعني. تمام. يعني مش ناسيين، يعني الناس بتشتغل مش نايمه على روحها يعني. ما هو بقول لحضرتك يمكن ده اللي كمان ساهم ان هي ما اتغطتش كويس زي ما حضرتك بتقول. ان الوقت ده كانت الاحداث سخينه جدا، وفي يعني في جوانب اخرى للاحداث كانت التركيز على اجزاء تانية بالظبط. لكن حتى في الاحداث السخينه دي وحتى في الاوقات دي تمام. مش ممكن ننسى الخدمه الطبيه للمصريين. انا عندي بقى سؤال، ال 120 قافله دول هيعالجوا كم واحد مصري او كم طفل او كم تقريبا؟ بنخطط ان احنا نشوف 75,000 مواطن في الفتره دي في القوافل بتاعه السنه دي 2011. دكتور، ده مش قليل قوي والله، يعني قليل قوي مقارنه بالنسبه اللي بتقول 4% الاطفال بس 2.5 مليون. تمام. هو اولا كبدايه احنا دي اول 3 شهور بنشتغل فيهم. ان شاء الله في 2012 هيبقى العدد اكبر شويه، يعني ممكن نعدي 200,000 واحد. لكن في عدد من الاطفال دول بيبقى دايجنوز، يعني بيبقى بنشخص وبيتعالج، اللي هم الاطفال اللي في الحضر وفي المناطق المدن. فاحنا بنحاول نوصل للعدد اللي ما بيوصلش ليه خدمه طبيه باي شكل. هل هتروحوا لهم للمدارس مثلا؟
هو احنا بنعمل ساعات القفله بتكون في المدارس بس بيبقى يوم الجمعه، القوافل بتاعتنا كلها بتبقى في يوم الجمعه. فبنروح المدرسه صحيح وبنستغل المنشات بتاعه المدرسه، لكن بتكون يوم الجمعه. فالاطفال بيتم الاعلان ليهم اثناء الاسبوع ان يوم الجمعه كله يتواجد، هم واهاليهم بييجوا يكشفوا. وزي ما قلت حضرتك، الناس اللي بتيجي القفله مش لازم بالشرط يكونوا عيانين، معظم الناس اللي بتجينا بيكونوا مش عارفين ان هم عندهم مرض سكر او حتى التهاب كبدي. والناس دي بتوقيع الكشف الطبي والتحليل، ان احنا معانا معمل متنقل بيروح معانا في كل قفله. المعمل المتنقل اول خطوه في استقبال المواطن او المريض، بيخش يعمل تحليل. التحليل ده بيكون سكريننج او مسح، هو اللي بيعرفنا السليم بنقول له شرفتنا وتفضل، لكن اللي بيكون عنده اي مرض بنوجهه للطبيب المسؤول عن الحاله بتاعته اللي بيعالجه بعد كده. جميل. طيب حضرتك كمان عرفنا انه اتعمل برنامج تثقيفي لكيفيه التعامل مع مرض السكر، لانه كمان مرض السكر الحقيقه هو من الامراض المزمنه، يعني مش دايما المريض السكر بيقدر ان هو يخف، لكن مريض السكر بيقدر يتعايش مع المرض ويقدر انه يتكيف مع المرض بنوعيه الاكل اللي بياخده، بطبيعه الادويه، باسلوب الحياه. فاعتقد ان جزئيه البرنامج التثقيفي دي كمان كانت مهمه جدا. ازاي تمت وهل كان ليها صدى يعني ناجح؟ والله زي ما حضرتك قلتي بالظبط، مرض السكر من الامراض المزمنه بتاعت فتره طويله، واحنا عنوان البرنامج التثقيفي كان مرض السكر كيف تتعايش معه. وزي ما بيقولوا لازم تصاحب مرض السكر. العيان لو صاحب مرض السكر وتعامل معاه على انه شيء عادي في حياته، هينسى ان هو عنده سكر، وبالتالي هيعيش حياه سليمه. مرض السكر فيه حاجات اساسيه لازم العيان ياخد باله منها غير العلاج. العلاج الدوائي بيجي في مرحله يمكن نمره 2 او 3 في ترتيب النصائح اللي بنديها للعيان. نمره 1 ونمره 2 هما الغذاء والحركه، دايت واكسرسايز. نمره 1 الاكل، لازم العيان ده ياكل ازاي ونديله وجبه متوازنه ازاي، العيان ازاي ما يركزش على النشويات والسكريات بشكل كبير، ازاي يقسم وجباته طول اليوم. الحاجات دي بتبقى نصائح مهمه جدا للعيان. نمره 2 بنعلمه او بنوجهه انه لازم يتحرك كتير طبعاً. لان الحركه من الحاجات المهمه جدا لمريض السكر، واللي بتحاول تنظم مستوى السكر في الدم دون اللجوء الى الادويه. نمره 3 بنعلمه شويه نصايح على الدواء بتاعه، ازاي يلتزم بجرعات الدواء، ازاي ياكل كويس مع جرعات الدواء، لان من اخطر المضاعفات اللي بتحصل للعيان لما ياخد جرعه الدواء او الانسولين وما بياكلش كويس، وبيحصل غيبوبه انخفاض مستوى السكر اللي بتحصل دايما للعيانين، فبنعمل توعيه للموضوع ده. نمره 4 بنديله تعليمات ونصائح حياتيه لحياته، لان زي ما كنا بنتكلم الاستريس من ضمن الاسباب المهمه جدا في زيادة وتفاقم مرض السكر عند المرضى. فطبعا مش هنقدر نشيله طبعاً من وسط يعني الحياة والمجتمع، بس يعني على قد ما بنقدر بنحاول نقوله ابعد عن المؤثرات اللي ممكن تضايقك، عن الحاجات اللي ممكن تعرضك لضغوط نفسية عنيفة طبعاً. لكن على قد ما بنقدر بنوجه العيان، ودي النصايح الأساسية. وبنديله كتيب في أخر اليوم والعيان وهو ماشي، بنديله كتيب صغير فيه بضعة معلومات بسيطة يحتفظ بيها عشان يرجع لها من وقت لوقت لما يحب ينظم حياته زي ما اتفقنا. دكتور، مركز مصر الإصابة بمرض السكر إيه؟ عالميا مصر من الدول اللي فيها مرض السكر منتشر، يمكن يعني الترتيب نفسه ما فيش ترتيب للدول، لكن نقدر نقول انه مقسمينها زونز او مناطق. في مناطق مرض السكر فيها متأصل ومنتشر، وفي مناطق الإصابة بسيطة، وفي مناطق غير أو نادرة الحدوث. مصر من المناطق اللي السكر فيها منتشر بشكل كبير، يمكن ده بيرجع للعوامل الوراثية أو جينيتك فاكتورز، زي ما اتفقنا أن وجود المرض نفسه في مصر بيتنقل بعد كده للأجيال بشكل وراثي، زائد العادات الغذائية المش سليمة اللي احنا بنلجأ لها دايما، زائد قلة الحركة اللي برضو بتميز كتير من المصريين. مين من البلاد اللي ما فيهاش مرض السكر بشكل كبير؟ والله الموضوع ملوش علاقه حتى بالتقدم الحياه في الدول، يعني الدول الغرب وامريكا من الدول اللي متاصل فيها مرض السكر بشكل كبير. الوجبات السريعه في الدول دي ما بتساهم بشكل كبير في السكر، لكن يمكن نقدر نقول دول شرق اسيا من الدول اللي بتتميز بانخفاض معدلات السكر. وفي ناس كتير بتقول ان ده يمكن راجع لان النظام الغذائي عندهم طبعاً. مختلف صحي جداً. والحركه عندهم بشكل مختلف كتير، ما بيلجأوش للعربيه في كل مواصلاتهم، بيركبوا يمكن عجل اكتر، بيتحركوا كتير، بياكلوا اكلات صحيه اكتر مننا، ما عندهمش ستريس نفسي. الستريس عندهم اقل كتير، يمكن عندهم المساج وعندهم اليوجا فعلا. طيب يمكن ده كله بيسهم، بنحاول ننقل الثقافه دي، نحاول ننقل ثقافه انه مهما حصل انت اهم حاجه عندك هي صحتك مش حاجه تانية. تمام طبعا. اهم حاجه فعلا هي الصحه، وبما ان اهم حاجه هي الصحه تسمح لنا دكتور بس نطلب من حضرتك روشته بسيطة لكل مرضى السكر أو حتى لكل الناس للحفاظ على أنفسهم وعلى صحتهم. تمام. زي ما قلنا أول حاجة بننصح كل واحد
ان هو يكون عنده اكتشاف مبكر لمرض السكر. يعني مفيش مانع خالص ان كلنا نروح نعمل تحليل سكر بسيط، هي شكه بسيطه في خلال 5 ثواني النتيجه بتطلع وبعرف مستوى السكر في الدم. تمام. باخد بالي من اكلي، باخد بالي من الحركه، بتحرك كويس. اهم حاجه بقولها لمريض السكر، ما تاخدش الدواء وتنسى تاكل، لان ده بيعرضه لمضاعفات خطيره منها انخفاض جامد لمستوى السكر وغيبوبه سكريه. وياخد باله قوي من اي علامه من العلامات اللي بتبين له ان حصل مضاعفات للسكر. السكر نفسه مش مرض سيء قوي للدرجه. مشكله السكر كلها في مضاعفات السكر وكيفيه التعايش مع المرض بس. فاول ما تحس ان حصل لك اي علامه، ودي بنعلمها للعيان، بنقول له علامات المضاعفات ايه؟ تنميل، شكشكه، يبقى التهاب الاعصاب السكري ابتدى يحصل، يبقى انت لازم تاخد بالك. مشكله في مجال الرؤيه، يبقى التهاب الشبكيه ابتدى يحصل، يبقى لازم تاخد بالك. مشاكل في التبول، يبقى عندك مشاكل في الكلى. لان دول الاكبر 3 مضاعفات بيحصلوا لمريض السكر. التهاب الاطراف، يعني مريض السكر بيتبول اكتر من طبعًا المريض العادي كمان. طبعا طبعا. التهاب الاعصاب الطرفي والتهاب الشبكيه والتهاب الكلى السكري، دول اكبر 3 مضاعفات زائد القدم السكري. بنقول للعيان دايما خلي بالك من اي حاجه تحصل في الحاجات دي، روح لدكتورك في اقرب وقت. تمام. دكتور جورج ماهر، منسق حمله 120 قافله طبيه لمرض السكر. حضرتك دكتور في ايه؟ دكتور امراض بطنه. بطنه اساسا. دكتور جورج ماهر، منسق حمله 120 قافله طبيه لمرض السكر، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ونورتنا ونورت عقولنا في موضوع مرض السكر. وكل التوفيق ان شاء الله في الحملات بتاعتكم، بس زودوا النبي الحملات اكتر. والادويه اربعه، حاولوا تجمعوا اكبر عدد من شركات الادويه تكون مساهمه معاكم في دعم العلاج المجاني. تمام. بس يا فندم عندنا تقرير، تقرير اللي جاي مشاهدين. نهارك سعيد. الكاميرا نزلت وعملت وغطت الجمعيه العموميه لنقابه المحامين. عقدت اليوم الجمعيه العموميه لنقابه المحامين، حيث امتلأت النقابه اليوم اللي هو امبارح طبعا اكيد، امتلأت النقابة بآلاف من المحامين من جميع أنحاء الجمهورية. جاءوا، حضرتك خليك ثانية واحدة معانا، جاءوا لكي يعبروا عن رفضهم لقانون السلطة القضائية ورغبتهم في تغيير المادة 18. بعد التقرير حضراتكم هنبتدي نتكلم بقى عن مشكلة المحامين والقضاء والشعب المصري اللي مش عارف ياخد حقوقه في المحاكم.